نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية قافلة طبية لقرية قفطان الغربية ببني سويف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تهدف القافلة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة بالمجان. احنا بننسق القوافل الطبيه 24 قافله شهريا، 12 قافله فريق جنوب بني سويف بيبا وسموسطى والفشن، بننزل الاماكن الاكثر احتياجا واللي هي دايما ما فيهاش خدمات قريبه منها، صيدليات وحدات بنعمل فيها مسح كلي كتوعيه كتهيئه للمجتمع، وبنشوف ايه احتياجاتهم من تخصصات محتاجينها طبيه ممكن نوفرها لهم، والحمد لله بنقدر نوفر التخصصات دي من دكاتره بننزل بيهم كشف مجاني، معانا أدوية، الناس بتاخد خدمة جميلة جدا وبيبقوا مبسوطين بيها خالص، معانا العمليات الجراحة مجانا، عمليات العيون دي بتتعمل مجانا، عمليات العظام بتتعمل مجانا. جايين بكذا تخصص، تخصصات العظام والجمد والبطن والأطفال والجلدية اللي بيها نقدر نخدم كم هائل من الناس. جايين النهاردة مستهدفين عدد 280 كشف، نقدر ان احنا نقدم لهم الكشوفات ونقدر نشوف منهم كمان اللي محتاج العمليات واللي محتاج التدخلات الجراحيه. نشكر السيد رئيس الجمهوريه، نقول له مشكورا مبارك الله فيك هو واهل الخير، ونشكر القافله الطبيه الذي قامت بهذا الجهد الكريم وترحبت بهم البلد باني ناس كويسين وناس من اهل الخير، وربنا يبارك فيهم ويجازيهم خير.